يحمل القضية الفلسطينية أينما يكون، بدأ بالعلم، تخصص، تفوق، أصبح من العلماء المعروفين على المستوى الأمريكي وعلى المستوى العالمي، له براءات اختراع، يبحث في علم هام جدا وهو الكيمياء الطبية أو البحث الطبي، يحصل على شهادات كثيرة أعلاها PhD في الكيمياء الطبية، رجل أعمال ورجل اقتصاد، يملك العديد من الشركات والكثير من الاستثمارات على مستوى العالم وعلى مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يحمل عبء القضية الفلسطينية على أكتافه، ولم يبخل يوما أن يساهم في تنمية المجتمع الفلسطيني، ساهم في بناء جامعات، ساهم في تعليم طلبة، ساهم في مشاريع خيرية كثيرة داخل الأراضي الفلسطينية، واليوم هو يؤسس الكونجرس الفلسطيني العالمي الذي سيجعل القضية الفلسطينية تعود مرة أخرى على قمة الملفات اللي لابد أن أي مسؤول في العالم يبدأ ينظر إليها من خلال هذا الكونجرس الذي يؤسسه وبتدعيم من السلطة الفلسطينية، لأن هو بيقول أن السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، فلا بد أن هم يكون الكونجرس الوطني أو الكونجرس الفلسطيني العالمي يكون جنبا إلى جنب في مع السلطة الفلسطينية. رحبوا معايا مع الدكتور عدنان مجلي. أهلا وسهلا يا دكتور، والحمد لله على السلامة. هلا أخي محمد، شكرا جزيلا على الفرصة، الله يسلمك وخليك. والدكتور عدنان على فكرة يعني هو أتى اليوم من نورث كارولينا خصيصا ليكون مع حضراتكم، وراجع تاني ويمكن هيرجع تاني على نيويورك يوم الأحد، ولكن هو الليلة أتى خصيصا من نورث كارولينا علشان يكلمنا عن الكونجرس الفلسطيني العالمي وما هو كونجرس الفلسطيني العالمي. خليني الأول أتعرف على حضرتك، حضرتك باحث في الكيمياء الطبية، إيه هي الكيمياء الطبية؟ الكيمياء الطبية هي أن تبحث في الطب والأمراض وما يدور وراء هذه الأمراض من الناحية الطبية. كويس. من ناحية الجينات، كل جين إيش بيعمل في جسم الإنسان، لما بيكون في مرض معين ما هو الجين أو الآلية البيولوجية اللي بصير فيها خلل، التعرف عليها ومن ثم إثباتها في المختبرات سواء كانت في المختبر أو على الحيوانات أو على الإنسان. والمرحلة الثانية واللي هي طويلة و very expensive اللي هي اختراع الدواء، إذا كانت هذه الآلية البيولوجية اللي احنا من آمن فيها إنها هي وراء مرض السرطان أو السكري أو صحيح. فهو البحث في المجهول، محاولة التعرف على جسم الإنسان، التكوين الإنساني، الخلايا، كل عملية، كل خطوة في جسم الإنسان هناك عدة حلقات وعدة آليات، مراحل وآليات دقيقة جدا. كويس. فإحنا نتعرف عليها ونبحث فيها. كويس أوي. وبتملك كثير من الاستثمارات والشركات يعني يمكن في مجالات مختلفة أخرى. طبعا أنا يعني أسست عدة شركات. كويس. أول شيء اشتغلت بالأكاديمية كمحاضر في الجامعات، ومن ثم باحث علمي في أكبر شركات الأدوية، وأدى بال 1999 أن أنا أسس أول مركز بحث دوائي يعتمد على تكنولوجيا تسريع اكتشاف الأدوية، تسريع فهم أسباب المرض. وهذا المركز كان يعني من أشهر المراكز في العالم. أيوة. نتج عنه أربع شركات في المجال الطبي. كويس. التصنيع الدوائي والفحص الدوائي. كويس. وكمان البحث الدوائي. طبعا هذه الشركات يعني في شيء يعني
قيمة الاستثمار اللي أخذته أو دفع في هاي التكنولوجيا عبر هذه السنوات يقارب $1 مليار. مليار دولار يقارب المليار. أيه. بس المستثمرين هلا يعني يعمل يعني بياخذوا بليارات من الدولارات، فبالتالي هم ربحوا وانا طبعا ربحت الحمد لله. طيب ندخل في الموضوع، يعني رغم انشغالاتك واعمالك وكل ما تقوم به، ولكن القضية الفلسطينية ما زالت داخلك، ما زالت القضية الفلسطينية هم شايله. ف يعني كلمني، وبتعلم طلبة من فلسطين بالألوفات من فلسطين، بيجوا هنا أحيانا بيدرسوا، يمكن شركاتك هي اللي بتصرف عليهم. يعني الفكر ده فكر يمكن مش عند ناس كتير. هي يعني بالنسبة لي ولكثير من الفلسطينيين، هي فلسطين كل شيء لهم، وخاصة الإنسان الفلسطيني اللي تربى هناك، وخاصة الإنسان الفلسطيني اللي بتابع ومعني حتى من ناحية إنسانية. يعني حتى لو مش فلسطيني، يعني ما يحدث في فلسطين ده بس يعني الفلسطينيين هم يعني أولى بأولى أولى طبعا 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 الداعم لهم وظهرهم دائما عربيا وإسلاميا لا شك يعني. لكن فلسطين بالنسبة لنا كل شيء. يعني مثلا من ما طلعت من 81 كل سنة بزور فلسطين مرتين ثلاثة بنساعد. الدافع أو المحفز الرئيسي إنه إحنا ندرس ونتعب ونتفوق هي حتى نرجع ونخدم أهلنا بفلسطين. ده يعني شيء رائع وجميل. وأنا دايما أقول كلمة، يعني أنا دايما أقول إنه فلسطين لن يحرر فلسطين ولن ينهض بفلسطين غير أبنائها الفلسطينيين. أنا هذا أكيد ما فيش كلام. طيب نتاج لكل هذا قمت بفكرة إنشاء الكونغرس الفلسطيني العالمي. عايز أتعرف إيه هو كونغرس الفلسطيني العالمي؟ الكونغرس الفلسطيني العالمي هو طبعا جاء يعني فكرة صار لها في بالي سنوات، ألا وهي تجميع الشتات الفلسطيني في كل دول العالم. الفلسطينيين منتشرين في أوروبا، في أمريكا، في الشرق الأوسط، حتى في فلسطين التاريخية داخل إسرائيل. كويس. الفلسطيني من خلال سفري ومعاملتي ومن خلال دراساتي وطلاعي، الفلسطينيين عندهم طاقات هائلة، أكيد. علمية، فنية، اقتصادية، حتى هذا قد يترجم إلى قوة سياسية في يوم ما. ومن أنجح الجاليات أيضا هنا في أمريكا، يعني في أمريكا وين ما كان يعني. حتى فالفكرة هاي من زمان، وكان في محاولات بال91 بال92 تحت مسمى آخر، لكن الحاجة الحالية اللي خلى يعني الملحة الوضع الفلسطيني، الشعب الفلسطيني من أصعب المراحل عبر التاريخ اللي بيمر بيها. بيمر أكيد. بيها عبر التاريخ أكيد. يعني انت قرار ترامب اللي هو نقل السفارة الى القدس، ايوه، وكمان قطع المساعدات عن الفلسطينيين واللاجئين بما فيها كمان الأنروة، منظمة التحرير والأنروة. عندك انت غزة محاصرة، عندك 2 مليون فلسطيني في غزة يعانون، واللي بشوف على التلفزيون أو بسمع مش زي اللي بشوف بعينيه. صحيح. مأساة إنسانية بكل المعايير. وعندك أنت 6500 أسير فلسطيني في السجون، ما زالوا. وعندك أنت 1800 منهم مرضى. عندك أنت أطفال فلسطينيين سن 13 و14 بالسجون الإسرائيلية. عندك انت تسكير لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية. هذا المكتب مش لفلان وعلان، هذا المكتب يمثل صورة وكرامة وعزة الشعب الفلسطيني في هاي البلد. طيب قبل يمكن نتعرف على كونغرس، وكذلك تقييمك للفلسطينيين سواء داخل فلسطين او خارج فلسطين على مستوى العالم، وضعهم الحالي يعني.
أنا برأيي الفلسطينيين من أنجح الجاليات العربية في العالم. كويس. يعني الفلسطيني في أمريكا، الفلسطيني في أمريكا اللاتينية، في كندا، في أكيد. أفريقيا، في أفريقيا الفلسطينيين طبعاً. واللبنانيين يعني ما شاء الله عليهم. طيب. هذا شعب مشرد، يعني اللبناني اختار إنه يهاجر. طبعاً. الأخ المصري اختار دولته عنده. الفلسطيني لم يخ. الفلسطيني أكبر. لم يختار، فمكرهاً أبعد عن أرضه وعن بيته. ولسه حامل مفتاح بإيده، ومع هذا كله فوق القهر والظلم إلا أن هذا الإنسان الفلسطيني رد عليهم بإيش؟ بالإبداع، بالإبداع والنجاح متمسك بأرضه والتمسك بالأرض. إحنا شعب الفلسطيني شعب معطاء. أبو عمار الله يرحمه سمى هذا الشعب بشعب الجبارين. أنا أقول و المبدعين، شعب الجبارين والمبدعين. نحن نبدع أينما كان. كويس. الكونغرس الكونغرس الأمريكي، الكونغرس الفلسطيني العالمي. أيوة. اللي هو ليس أمريكيا، هذا كونغرس عالمي. كويس. يجمع كل فلسطينيين العالم ويجمع طاقاتهم ويرتب طاقاتهم. كويس. وإبداعاتهم ويترجمها إلى روابط وجسور فيما بينهم في أوروبا، في أمريكا. الفلسطيني الفلسطيني في أمريكا، الفلسطيني الفلسطيني في أوروبا، الفلسطيني اللي في أمريكا مع أوروبا، الفلسطيني الفلسطيني في الضفة، الفلسطيني الفلسطيني بغزة، الفلسطيني الفلسطيني ضفة غزة، الفلسطيني الفلسطيني في الناصرة أو أم الفحم، والفلسطيني الفلسطيني. يعني حضرتك يعني بيمد جسور تواصل ما بين الفلسطينيين، جسور تواصل مش بس اجتماعيه. طيب. والسلام عليكم. ايوه. طيب. يمد جسور علميه تترجم من خلالها الطاقات والابداعات الفلسطينيه الى منتج. كويس. وهذا المنتج هو منتج فلسطيني وطني، قد تكون فكره بالفن. طيب صحيح. تكون يعني الكونغرس نفسه احنا هنتكلم على تفاصيله. معلش في تليفون ممكن ناخده ولا نقطع؟ اخده. معنا فاتن من نيوجيرسي. نعم. اهلا وسهلا. هلا فيك اخي. هلا فيك. اهلا وسهلا. ممكن مداخله نحكي مع الاخ عدنان؟ اتفضلي الدكتور عدنان مع حضرتك. الدكتور عدنان مع حضرتك، حضرتك على الهواء. اوكي. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. احنا فخورين كثير كثير في انه في انسان يرفع الراس زيك. تسلمي يا رب. حب انا حقيقه يعني مش قادرين نوصف لك قديش في شخصيات معها فلوس ولكن يستعملوها فيما يغضب الله. وانت فخر إلنا كتير كتير. بس في سؤال بدي أقول لك إياه، وأنا عارفة يمكن شوي صعب إنك تجاوب. يعني إحنا كفلسطينية، أنا إلي 40 سنة في البلد هاي، ومديرة مدرسة هون، مديرة مدرسة إسلامية. من حد ما أجينا على البلد وإحنا هدفنا بس نعلم أولادنا العربي والدين وحب الوطن، لأنه هو إحنا وجودنا في أمريكا يلتبس على ناس كتير إنه بدنا نرجع بكرة على فلسطين، نرجع بكرة على فلسطين. بنسوا إنه هذه البلد بلد الله، ويجب انه هذه البلد ندير بالنا عليها كانها بلدنا وزياده، طبعا لان هاي ارض الله. فبالتالي ينخرطوا بالمجتمع الامريكي بشكل غلط، مش في بناء وطن. طيب في سؤال. مش في يديروا بالهم على امريكا، لانه امريكا هاي تعتبر هي راعيتنا وهي بتدير بالها. أوكي. علينا وكل شيء. اوكي يا استاذ فاتن. طب في سؤال محدد بس عشان الوقت وكده الدكتور.
السؤال اللي بدي أسأله إياه اللي هو محدد، أنا باعتقادي وإن شاء الله إني أكون مخطئة، أي إنسان يصل لمرحلة معينة مرتفعة حتى هون يقضوا عليه، بعرفش إذا إن شاء الله أكون أنا مخطئة. شكرا أخت، طيب شكرا شكرا يا أستاذ فتحي. الدكتور هي علق شكرا على الكلام اللي تسلمي على المداخلة، ويعني من أحد أهداف الرئيسية للكونغرس أن الجالية الفلسطينية سواء كانت في أمريكا أو في أوروبا أيوة، أن تجند طاقاتها كلها الفنية والعلمية والاجتماعية والطبية والبحثية والاقتصادية لخدمة أنفسهم المجتمع اللي عايشين في المجتمع اللي عايشين فيه. لما يعملوا هيك بلاقوا حالهم تلقائيا بيساعدوا أهلهم في أفريقيا، في فلسطين وأفريقيا وغيرها. فهذا التشابك مش لأنه إحنا بدنا نشلع أو نبعد الفلسطينيين الشتات عن البلد الأم اللي هم عايشين فيها، هم يجب أن يحترموها ويكونوا فخورين إنهم أمريكان أو أفارقة أو، وممنونين لهم ونعمل بجد ونجحنا هون. لكن إحنا كمان من ناحية الإنسانية الحد الأدنى فلسطيني طبعا شيء زيادة وأكثر وأكثر وأكثر، لكن يجب أن العالم يعرف أنه الشعب الفلسطيني ليس ممثلا في شخص. صحيح، إحنا دمر العراق تمكنوا من تشخيص أو تقزيم العراق وطاقات العراق العظيم بشخص صدام حسين، ودمر العراق تحت مسمى صدام حسين. ونفس الشيء صار في ليبيا، وما صار حاليا ما يحصل للأسف الشديد في موضوع السفارة الفلسطينية والخطاب الأمريكي للفلسطينيين، أنه أن ينسى الفلسطينيين الهوية. القدس والهوية، وينسوا الشتات، وينسوا الأسرة، وينسوا هدم، حاليا بهدموا في بلد خان الأحمر، وينسوا الأطفال في السجون الإسرائيلية، وينسوا اغتصاب الأرض وبناء المستوطنات، وتركيز كله على الأخ أبو مازن أو صائب أو فلان. هذا أخطر شيء عم يحصل حاليا على الساحة الفلسطينية. إذن هناك حاجة ماسة إلى إطار يجمع الفلسطينيين ويوحد طاقاتهم لخدمة أنفسهم في بلدانهم. صحيح، وحتى يعرف ترامب أو غيره أن هناك أكثر من 1,000,000 فلسطيني في أمريكا، هو لما سكر السفارة أهانهم وأهان كرامتهم. وهذول الأمريكان لهم حقوق، لهم حقوق زائد أنهم فلسطينيين. صحيح، فنحن لا نسمح كفلسطينيين. عندك مشكلة مع الأخ أبو مازن ماشي، لكن مع الشعب الفلسطيني لا نسمح. ده كلام جميل وكلام رائع، وإجابة على سؤال الأستاذ فاتن اللي هو الكونغرس الفلسطيني العالمي هو بيخدم مجتمعه ويبقى قوي في المجتمع اللي هو بيعيش فيه، ثم يتحد مع المجتمعات الأخرى ولمساعدة هدف واحد وهو مساعدة الوطن الأم وهو فلسطين والشعب الفلسطيني. هذا الكونغرس راح يكون فيه من كل صنف، من كل تخصص، 48 شخص. يعني لو ناخد أسهل شغلة عنا بفلسطين، هناخد شيف 8 أشخاص من الضفة، 8 من غزة، من عرب الداخل، من أمريكا، من أستراليا، هنقعد 48 شيف فلسطيني. طب كويس أوي. ليطبخوا ويخرجوا للعالم هوية الأكل الفلسطيني. طب أنا معلش هذا المنتج، معلش ممكن أخذ تليفون تاني ولا؟ هذا المنتج هو وطني، وهذا المنتج له مادة كبيرة غير البرايد وغير عزة النفس والكرامة. وهذا فلسطيني، الحمص الفلسطيني، الفلافل الفلسطيني. ما هو ده بقى السؤال اللي القادم أنا عايز أسأل حضرتك على نتكلم على كونغرس، بس من مؤهل للعضوية للكونغرس الأمريكي
يعني الكونجرس الشكل الاستراكشر بتاع الكونجرس هيكون ازاي؟ اخد بس ممكن تليفون شوف. ولا التليفونات لو بتزعجك احنا لا 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 ناخد معانا الاستاذه انعام طحان اعلاميه. الو 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 مساء الخير. انا مساء النور. انا انعام محمد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حابه بس اعمل مداخله واسلم على الدكتور عدنان جلي واقول انه هو طبعا دكتور فخر لكل الامه العربيه. من خلال الارقام اللي اعطاها والدراسات اللي عاملينها على الشعب المشرد والمساجين والناس الاسرى ورغم كل الظلم وطبعا هو ايضا من الاشخاص اللي عانوا بيعطي امل جديد لكل الشباب اللي عم يسمعوا هلا ولكل الشباب العربي والشباب الفلسطيني على وجه الخصوص لانه اصحاب القرار وطبعا هو واحد منهم ما نسيوا قضيتهم كويس وطبعا قرار انشاء الكونغرس قرار جدا يعني جريء نفتخر فيه طبعا جميعا. بس سؤالي للدكتور اذا كان في شباب بيسمعونا هلا وحابين ينضموا لكم وطبعا احنا بنعرف التواصل عن طريق السوشيال ميديا شو هي الخطوات اللي يقدروا ينضموا لكم وكيف انتم بتستوعبوهم كشباب دارس مثقف ونحن بنعرف انه الجاليه الفلسطينيه جاليه مثقفه جدا لكل انحاء العالم شيء مفتخر به. اوكي شو هو نوع التواصل وكيف ممكن يتواصلوا معكم؟ صحيح. شكرا شكرا انعام. وسؤال هو يعني هي سؤال مهم طبعا اللي هي يعني كيف تكون العضويه يعني مين ممكن يبقى في الكونجرس مين عضو الكونجرس؟ هلا اولا الكونجرس راح يعطي للشباب الفلسطيني الامل كويس الامل وهذه الطاقات الهائله. احنا عندنا في غزه والضفه الغربيه كل سنه 70,000 خريج واكثر كويس بخمس سنوات 350,000 خريج عندنا خريجين في كل دول العالم. هذولا بدهم امل بدهم اليات اللي ترجم هاي الطاقه الكامنه اللي عندهم الى طاقه ايجابيه ومنتج كويس. وطني في بلادهم ايوه اللي بيعيشوا فيها وبالتالي فلسطين كويس. العضويه مفتوحه لكل انسان فلسطيني. العضويه مفتوحه هلا ل 13 مليون و6 من 10 فلسطيني. يعني مش كونجرس محدد مثلا ب 400 شخص ب 300 شخص. العضويه لكل شعب فلسطين بالضفة وغزة والداخل الفلسطيني والأردن والشرق الأوسط وأمريكا والأمريكيتين. هذولا بينتخبوا أو لسه أيوة. ستعلن يعني هاي الآليات سوف تعلن في حينه سينتخبوا أو ننسب أو بالتنسيب بآلية أيوة. مقبولة أيوة. للكل ممثلين عنهم 480 ممثل 480 ممثل لأكثر من 13 مليون فلسطيني على حول العالم yes. وأيضا الفلسطينيين داخل فلسطين داخل فلسطين طبعا هذا هذا تجمع طاقات فلسطينية مشبوكة محليا ودوليا لدعم الدولة الفلسطينية. في شروط محددة للعضو الكونجرس أن يكون منتظم الإنسان أخلاقيا واجتماعيا وإنسان يعني بده يعمل جد بحياته. وأتأمل أنه كل الشعب الفلسطيني هذه هي الظروف. طيب الكونجرس على يعني أكيد في أهداف على المدى القصير وعلى المدى البعيد يعني لونج تيرم وشورت تيرم. فنتكلم على الأهداف على المدى القصير اللي هو شورت تيرم مثلا خلال السنتين الجايين مثلا. طبعا يعني سوف نعلن هاي الامور بس يعني في عنا عمليه ترتيب البيت الفلسطيني من ناحيه اللوجستيات. سوف نعلن عن المؤتمر التاسيسي سوف نعلن عن الاليات التنسيب او الانتخاب وكله أيوة. بعد الدراسه أيوة. لانه بهمنا احنا اصعب مرحله عنا ان نتعرف ونحدد هذه الكفاءات ووضع الأطر سواء كانت بالتربية بالتعليم بالفن
بالزراعة، كويس، بالتجارة، بالسياسة، بكل. طيب هل في تعاون مثلا الجهات الرسمية سواء السلطة الفلسطينية مثلا في نوع من أنواع التعاون مع السلطة الفلسطينية؟ نحن طبعا أبناء فلسطين، والسلطة الوطنية الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، فبالتالي هناك تنسيق مع بعض الإخوة. هذه ليست كما يعني الآخرين يتكلمون بديل لمنظمة التحرير. منظمة التحرير هي هوية، الهوية الفلسطينية، ولولا منظمة التحرير الفلسطينية فيش شيء فلسطيني. فمنظمة التحرير الفلسطينية قائمة، والدولة الفلسطينية قادمة، وهذا الكونغرس الفلسطيني هو داعم وخزان وقود للشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية المستقبلية. دي نقطة مهمة جدا. تصور انه أيوة. هذا الكونغرس لمصر، الدولة المصرية قائمة وعندها خزان وقود لكل الطاقات المصرية خارج مصر من خلال شبابها والجيل، الجيل اللي هو يتفنن في. دي نقطة مهمة جدا، ان الكونغرس الفلسطيني العالمي هو ليس بديل عن السلطة الفلسطينية التي تمثل شرعيا الشعب الفلسطيني وفلسطين، الدولة الفلسطينية، بل أنه خزان وقود، خزان وقود يمد السلطة ويدعمها بكافة اتخاذ القرارات سواء من الناحية الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، الرياضية، الفنية. بالضبط، مظبوط. طيب الكونغرس مبدئيا في جدول زمني للكونغرس، يعني مثلا هو هلا احنا بدينا بالتسجيل في امريكا وفي اوروبا ودول اخرى. وكيف يتم التسجيل؟ الكونغرس هو مؤسسه لا ربحيه. طبعا مش امريكيه، لها تشابتر في امريكا وفي اوروبا وفي كل دوله وفي افريقيا وفي لاتين امريكا والشرق الاوسط. التسجيل بقى ازاي ان الفلسطيني يسجل في هلا سوف نعلن قريبا، يمكن خلال يومين ثلاثة، أقصى حد يوم الاثنين، بحيث أن كل فلسطيني يقدر يسجل في وسائل اتصال معينة مثلا. أو سوف نعلن عنها حاليا في فيسبوك مثلا، حاليا في عنا أكثر من 50 مجموعة تواصل شات خلال أسبوع، كلها هذه الناس تتهافت على هذا. وأيضا إحنا ممكن من خلال الفيسبوك ووسائل الاتصال عندنا عن طريق فيسبوك والإيميل والتليفونات للبرنامج، وإحنا بيدايركت كل الاتصالات لحضرتك. وطبعا في لقاءات تانية متعددة يعني لمتابعة المشروع. يعني أنا فيسبوك، وهلأ راح يكون في ويب سايت وراح يتم التسجيل من عدة أماكن، وعملية شفافة. كويس. هيبقى في مقر رئيسي للكونغرس الأمريكي، للكونغرس الفلسطيني؟ رح يكون هو عالمي، رح يكون له عدة مقرات يعني، وما في تجمع لإخوان الفلسطينيين. أيوة. رح يكون في لهم مقر يعني. في مقر. والمقر هنا يعني كمان السبيس، احنا جلوبال. يعني رح يكون في بناية، بس اللي حشبك الفلسطيني بالفلسطيني هم شبابنا، التكنولوجيا اللي بيملكوها، التواصل، السوشيال ميديا، مبدعين احنا في السوشيال ميديا ومبدعين في النتوركينج وعلم الحاسوب. طب على علمي ان حضرتك خدت اراء واستشرت ناس كثيرة على مستويات رسمية، على مستويات شعبية، على مستويات علمية، على مستويات مختلفة، وخدت اراءهم، كان رأيهم المبدئي بالنسبة للكونغرس؟ اولا طبعا كلمة الكونغرس تخوف طبعا، لكن لما تشرح للواحد ايش اهدافك وايش هو الكونغرس، يعني لحد الان 100% يعني، ولا واحد انا حكيت معاه في الخارج او في الداخل، سواء اصدقاء او اصدقاء الاصدقاء، الا داعم داعم، لانه الشعب الفلسطيني بحاجة ان يعزز مكانته من خلال منظمة التحرير، وهذه صحيح. المؤسسة يجب ان تدعم هذا الاتجاه. ما بصير انه بعض الدول وبعض الزعماء. طيب يمكن في سؤال بيجي لنا مهم جدا، طبعا ده بيهم كثير من الناس سواء حتى فلسطيني او غير فلسطيني، من يقوم بتمويل هذا العمل وكيف فاينانشلي هذا العمل بيمول؟ هذا العمل يجب ان يكون التمويل فلسطيني فلسطيني، لا ولن نسمح يعني. معظم المؤسسات الفلسطينيه اللي قامت اول، سواء جمعيه
او ملتقى او 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 هذا نجح وانتهى بالفشل لانه الممول كان له اجنده سياسيه خارجيه. احنا اجندتنا هي فلسطين، والشعب الفلسطيني قادر ان يمول هذا المشروع، ولحد الان انا شخصيا الممول الرئيسي لهذا المشروع، لكن انا عندي كثير من الاخوه الفلسطينيين يعني تبرعوا ومستعدين يتبرعوا لاول سنه. هذا المشروع هو اقتصاد في النهايه، ويمكن تاريخ حضرتك والهيستوري والكريدت اللي عندك يعني بيدعم هذه الفكره، لان انت علمت يمكن ما يزيد عن 20,000 طالب. انا علمت وهذا واجبي مش من اليوم، يعني من 1994 او 94 لحد الان. يعني عندنا مؤسسه بالثقافه وبالتعليم وبالبحث وبالمدارس وبالسوشيال بالعائلات المنكوبه، من خلال شركات، من خلال مؤسسه، عندي مؤسسه، ومن خلال بعض الشركات اللي عندنا سواء بفلسطين او هون. لكن يعني شيء مش جديد علي انا انه يعني عندي مؤسسه ومنساعد الناس، ما ادفع الضرائب هون ندين لاهلنا، وهذا مسموح بالقانون يعني اذا مرخص. مظبوط، صحيح، اذا مرخص ومسجل وبتشتغل صح. لكن هناك هذا المشروع تمويله 100% فلسطيني، وسيبقى فلسطيني. فلسطيني اللحظه اللي بخش فيها مليم واحد من اي جهه، حتى من اصدقائنا واصحابنا في الدول العربيه والاسلاميه، يجب ان يتركونا ان يعمل المال الفلسطيني والعقل الفلسطيني مع بعض. مع بعض. انا يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وطبعا ده اول لقاء، واحنا يعني بدورنا بندعم القضيه الفلسطينيه وبندعم الشعب الفلسطيني، اخواتنا، لان احنا كلنا دم واحد. فهيكون لنا لقاءات متابعه مع حضرتك، هنتعبك شويه برضو من نورث كارولاينا، هنروح لك نورث كارولاينا، كاليفورنيا، في الامم المتحده، وانا عارف ان حضرتك ليك نشاطات كثيره الاسبوع القادم. بس في كلمه، في دقيقه واحده، لان الوقت طبعا بيدهمنا، ماذا تنصح الشباب الفلسطيني المتواجد في امريكا وعلى مستوى العالم؟ يعني تقول لهم ايه؟ بقول لهم اوعوا تيأسوا، اليأس هو شيء غير مسموح فيه. الفلسطيني دائما عنده امل مهما حاولوا بكثير من المؤامرات التي حيكت بالسابق وتحاك حاليا ضد الشعب الفلسطيني وهوية الشعب الفلسطيني ووجود الشعب الفلسطيني. الامل هو الاساس، الامل يجب انه ننام ونصحى عليه ونعمل حتى ننجز، وان نؤمن انه الدولة الفلسطينية هي قادمة والحلم الفلسطيني هو قادم، سواء عشنا فيها هناك انا او انت او لا، لكن يجب ان لا نفقد الامل 100%، لان احنا نعيش على الامل. وزي ما دايما بنقول، فلسطين فلسطين فلسطين، والقدس عاصمة فلسطين. بشكرك دكتور عدنان، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود مع الدكتور عمر محمدي المحامي ومدافع عن حقوق الإنسان، ويكلمنا عن ما يحدث في أروقة الأمم المتحدة. ابقوا معنا.